وستستطيع أن تلجم كل هذا الغلو والتطرف الاستيطاني من قبل الحكومة الائتلافية ما بين بن كفير ونتنياهو. نتنياهو يريد أن يهرب ويفلت من ملفات الفساد، وبن كفير يريد أن يطبق برنامجه الانتخابي المغالي في التطرف على حساب الشعب الفلسطيني من طرد وتهجير واستيطان واقتحام للمدن الفلسطينية ومعاقبة الأسرى. بالتالي يعني المنطقة تغلي وفيها ما يكفيها، ولذلك يعني جاءت حكومة نتنياهو الأخيرة المتطرفة التي تحالفت مع الصهيونية الدينية ومع متعصبين صهاينة، وبالتالي يعني هذه الحكومة إن ترك لها المجال فإنها ستعمل على يعني قلقلة المنطقة أكثر مما فيها، وبالتالي قد تكون هناك تداعيات إقليمية ودولية لا تريدها أمريكا، لأن مصالح أمريكا تقتضي أن يبقى الوضع العربي كما هو، لا أن يحصل يعني أشياء تخرج عن المعادلة أو أن تتضارب مع مصالح الإدارة الأمريكية، وبالتالي أمريكا أتت لتضغط على الطرف الضعيف، وهو طبعا هنا الطرف الفلسطيني، من أجل يعني أن لا يكون هناك أي ردات فعل فلسطينية بسبب السياسة الاحتلالية التي تغالي في يعني الإجرام ومعاداة الفلسطينيين. كل يوم نشهد اعتداءات من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين على القدس المحتلة وبقية مناطق الضفة الغربية. المنطقة هي أصلا يعني فوق برميل بارود، وجاءت حكومة بن كفير نتنياهو لتشعل المنطقة أكثر فأكثر، وبالتالي يعني الوضع لا يحتمل.